تعلم واستفد من دروس الجيتار مع يوسف لايف. مرحبا شباب، نتمنى تكونوا بخير. كما في هذا الفيديو اليوم غادي نتعلموا توحشتك هي المهمه. المهم الديسك، سواء المبتدئين كاع اللي شادين دوك النوطات اللي بحال مثلا فا كيجدو بحال هكا، صوت كيجدو بحال هكا، تما غادي نوريو هما نفس النوطات. هنا حنا غادي نلعبوا باري، ومن بعد غادي نوريكم حتى اللي كتشد اللي كيجدو بحال هكا، يعني اللي كيجدو هاد الفا هكا وصوت هكا. المهم عندنا اول نوطة لا، ثاني نوطة هي الفا، فا تاني صول مي لا. فراب كتمشي بحال الشكل ده، جوج تاع ترومبا، فهمتي؟ وحشتك يا المهمة، صبر ما فات صغري، صبر ما فات صغري، كي نشوف صورتك السيرة يضيق يضيق صغري. ها توحشتك يا المهمة، صبر ما فات صغري، صبر ما فات صغري، كي نشوف صورتك تقريبا ديسك كامل تيمشي بحال هكا. عندنا لا ندير فيها توحشتك يا ديما، صبر ما فات صبري، صبر حتى كنضرب عليك كندخل في النوضة، تنضرب وتنقول توحشتك يا ديما، صبر ما فات صبري، صبر ما فات صبري، كنشوف صورتك الزينة صدريها. توحشتك يا ميمة، صبر ما فات صبري، صبر ما فات صبري، كي نشوف صورتك الزينة نزيد يديا صدريها. المهم الناس اللي تلعبوا برا راه بان لهم هادشي كيفاش، بلا ما نشرح لكم فين تحطوا صبعكم. البلان ديال إذا بغيتي تلعب بهذوك النقط، يعني كتلعب لا لا، حتى هي نفس البلان، تنضربو عاد كندخلو في الهضرة. توحشتك يا الميمة، صبر ما فات صبري، صبر الفا كنلعبو جوج المرات، فهمتي؟ توحشتك يا الميمة، صبر ما فات صبري، صبر ما فات صبري، كي نشوف صورتك الزينة هذا مكان. بعض المرات كاينين شي فيديوهات اللي كيجرو فيهم، انا كنت كنصنت ليه ما تصنتش هادي، بقيت عاست على تيسكين ما لقيتش هذيك هذا مكان، وفي الكتابه فاش طلعت البارول لقيت هذيك هذا مكان، فهمتي؟ المهم هي في الى بيتي تعبا كتمشي بري لا مي ماجور، كتعاود تخدم بلا صبري، صبر ما فات صبري، شو نشوف صورتك الزينة يزيد يضيق صدريها. توحشتك يا ميمة، صبر ما فات صبري، صبر ما فات صبري، كي نشوف صورتك الزينة يزيد يضيق صدريها. إروع البلانة تضرب
النوطه عاد كتهضر باش ما تبقى تلفش ما بين فمك ويدك. وهذا الشيء اللي كاين في شي فيديو اخر.